تكون معانا من خلال زوم اللايف كوتش وخبير التنمية البشرية تامر شلبي. أهلا بيك يا أستاذ تامر. أهلا بيك، أخبار حضرتك مساء إيه؟ الفل. الحمد لله كله تمام. طيب إحنا طبعا بنتكلم على الشروط، يعني حضرتك سمعني من بداية الحلقة، إيه الشروط اللي يعني هل أصلا هل صح إن أنا أحط شروط من البداية، يعني دي حاجة صحية ولا ما أحطش شروط؟ ده أول سؤال. وتاني سؤال إيه الشروط المقبولة وإيه الشروط اللي ما ينفعش إن أنا أقبلها كست أو كراجل؟ طيب خلينا نرد على أول سؤال، وخليني بلاش نسميها شروط. المشكلة إن إحنا في الأول ما بنبقاش قادرين نكون على طبيعتنا، فالناس ما بتبقاش بتتظاهر باللي فيها بجد. فأهم حاجة ودي من البداية، بدل ما أحط الشروط يبقى طبيعي، ولما أبقى طبيعي هبدأ أنا أقرر أنا قادر أتعامل وأستحمل البني آدم ده يبقى شريك حياتي في الوحش فيه قبل الحلو، ومهم جدا الوحش قبل الحلو. البني آدم بيبقى باكج سواء هو أو هي، كلنا عندنا عيوب، بس لما بنقرر إن إحنا نشارك حد حياتنا لازم نبقى مقررين ان احنا نشوف الحلو ونشوف الوحش، أكيد ونستحمل الحلو نتعايش، ونستحمل الوحش نتعايش معاه، والحلو نحبه، وهو ده اللي هيخلينا نكمل مع بعض. فمش هنشوف، بلاش نقول شروط، خلينا نقول هي اكتر ان احنا على طبيعتنا ونشوف الوحش اللي فيه. تمام. بس هو طبيعي ان احنا في بداية اي علاقة ما بنقولش، يعني ما بنبقاش على طبيعتنا قوي، يعني ما اللي ما هو هو ده بنبين الحلو اللي فينا. بدأ، خدي بالك، احنا زي في بدايه اي علاقه، لو انا عايز اخوض العلاقه والتجربه دي وقعدت حد قدامي وامليت والحاجات اللي احنا المفروض نبدا نتعامل بيها، لما هنقول حاضر وامين وهنحط شرط قصاد، بس اللي بيعيش الموقف بيبقى اصعب بكتير قوي من انك تسمعي عنه. صح. فلما هتأنبي نفسك ألف مره، فبدل ما نحط لبعض شروط ونتخيل او نتظاهر ان احنا متقبلينها، خلينا من الاول نكون على طبيعتنا. فلما هنكون على طبيعتنا هيبان الوحش فينا قبل الحلو، وهنقدر ساعتها قادرين نستحمل الوحش ده ولا مش هنقدر نستحمل. يعني فدي بدايتها، البداية لازم نبقى على طبيعتنا، ما ينفعش نمثل نبقى أبدا دور مش دورنا ولا شخصية مش شخصيات. لان عايز اقول لحضرتك حاجه، هي ظاهره غريبه جدا، وفي الغالب ده اللي بيحصل 90%. احنا لو نعرف بعض ومخطوبين بقالنا كتير واتجوزنا، بعد اول ما بيتقفل علينا الباب احنا بنكتشف بعض وكاننا ما كناش نعرف بعض قبل كده، حتى لو احنا عارفين بعض ومخطوبين بقالنا سنين. الوضع بيختلف، وهنا ده مش خوف من العلاقه او خوف من التجارب، ده جزء منه، بس المسؤوليه بعد اول قفله باب بتخلينا نشوف بعض بعيون تانية. صح. فدي مهمه. انا بشوف كمان بنات بتقبل، يعني مشاكل تقول لك ايه، انا في الاول قلت له هنبني مع بعض وهبقى اقف في ظهرك وانا معاك في كل حاجه، بس يا ايمان انا اكتشفت ان هو مرتبه غير اللي قاله لي في البدايه، وانا محتاجه الفلوس، يعني انا خارجه من بيت على قدي، وهو قال لي اللي انا هديهولك تاخديه وتسكتي. فهي بعد بقى اول ما بيتقفل الباب اكتشفت انه معاه فلوس ودخله كويس. وده بيرجعنا بقى للي احنا بنقوله، احنا ممكن نقول حاجات حقيقيه، واول ما بنكتشف العكس مش هنقدر نلوم نفسنا، ما احنا خلاص احنا دخلنا برجلنا زي ما بيقول. بالظبط. علشان كده شفافيه وان احنا نكون واقعيين وطبيعيين، هو ده اقصر الطرق لنجاح اي علاقه. طب انا لو راجل جه قال لي انا وحيد امي وبابايا وانا اي مناسبات لازم ابقى معاهم وما تكلمنيش في الحته دي خالص، والموضوع ده خط احمر، انا بقى تنصحني بايه كبنت في البدايه؟ هل اخاف وامشي؟ لان برضو وحيد الام مش شرط تبقى وحيد مامتك، يعني ما يعني بقى كل حياه فوكس على مامتك، بقى في ست تانية داخله في حياتي، دي مراتي ليها حقوق عليا. فانا المفروض لما اسمع الكلمه دي، لان الرجاله بتقولها دلع، بتقولها فخر، يعني بيتفخر اللي هو انا مامتي رقم واحد في الحياه، فاذا كنت عايزه تكملي معايا لازم تفهمي ان دي رقم واحد، ده ليها دلاله بعد كده؟ بصي يعني هقول لك حاجه، يا اللي هتحب حد من قلبها عمرها ما هتبص للتفاصيل دي، بل بالعكس هي بدل ما هتبقى متضايقه انه قال لها انا امي رقم واحد، هي هتحب حبه لامه، لانه هتعرف انه زي ما بيحب امه هيصونها في يوم من الايام. اللي يحب بني ادم بيحب عيوبه قبل مميزاته، واللي بيحاول يغير بني ادم بيخسره. فلو انا حبك انا هتقبلك بايا كان الوضع، وهحب اللي انت بتحبه، وهحب حبك للي بتحبه، وبل بالعكس ده انا يمكن كمان اجري بالمشوار علشان احببهم فيا، عشان عارفه قد ايه انت بتحبهم وهما بيحبوك. الشخصيه بتختلف تماما، وخلينا نتفق ان مفيش حاجه شبه بعضها، مفيش قاعده ثابته. انا ما اقدرش اقول لك
يريحني او اللي يريح غيره زي اللي هيريحك ويريح غيره. علشان كده بقول في الاول والاخر احنا بنتجوز ليه؟ بنتجوز عشان عايزين يتحط على السي في بتاعتنا ان احنا خدنا التجربه وبعدين ننفصل، فبنعدي كل حاجه في الاول وبعدين بعد كده بنندم وما بنلاقيش حد جنبنا، ولا بنتجوز عشان عايزين ان احنا نجيب اولاد ويبقى عندنا اسره، ولا بنتجوز عشان احنا عايزين نشارك بني ادم الوحش قبل كده. ايا كان بقى من الثلاثه دول احنا لازم نسال نفسنا السؤال ده قبل ما نخوض المشروع ده، لان هو مشروع ومشروع نجاحه في الاثنين مش من شخص واحد بس. صح، يعني انت قلت ثلاث حاجات لازم نسأل نفسنا فيهم قبل ما نبتدي نخوض التجربة، لأن فعلا أحيانا بشوف شباب رجالة هو عايز يتجوزوا خلاص عشان سنه كبر، فهو أنا هتجوزه خلاص هاخد التجربة عشان أجيب لي حتة عيل. وللأسف أنا لما بالظبط. بسمع الكلمة دي أنا بتخض، اللي هو أنت هتتجوز وحياة كاملة ومسؤولية وواحدة بنت ناس جايبها عشان تتجوزها عشان بس مجرد إن أنت تخلف لك حتة عيل. فأنا والاهم من لما اللي يقول انا عايز اتجوز عشان اجيب حته عيل، خليه يسال نفسه اهم والاهم من ده كله، هو انا بقيت مؤهل ان اكون اب عشان ايوه اجيب عيل واطلعه حد كويس؟ ايوه صح، دي برضو بس يعني هو عايز يجي قرر يخلفه خلاص عشان هم قالوا له انت كبرت، انت كسرت ال 40، كسرت ال 45، فانت لازم يا دوبك تتجوز وتخلف. في برضو بنات تمام. اتاخر بيها سن الجواز وبقت تفكر بشكل غريب برضو، لان المجتمع بيزقها للجواز. انت لا انت انت يعني ناويه تتجوزي امتى؟ ناويه تعملي بيت امتى؟ فانا دايما بقول اللي بيفكروا بالشكل ده هو بيحطوا الفشل بنسبه 90% من بدايه العلاقه، لان لا هي ودول اللي حبته. بيخافوا الثلاث اسئله اللي احنا قلنا عليها بيخافوا تماما. دول بيبقوا عندهم هدفهم في الغالب انا عايز اتجوز لمجرد ان انا ابقى خدت التجربه. بشكرك جدا لايف كوتش وخبير التنميه البشريه تامر شلبي، نورتنا يا استاذ تامر.